أغضب الحكم عن طريق الجر، أغضب الناس. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفضلها على أن أظلم الله في نمل، في نمل أسلبها جلب شعيري ما فعلت. قال حرام، ظلم، سرقة، غشوة. والله لقد رأيت عقيلا جاي أطفال صغار شعث الشعوب غبر الألوان، فعندما صودت وجوههم بالعلقة يستميحني من بركم صاعا. 12 كيلو وات أكثر من غير الطيني صاع.